بسم الله الرحمن الرحيم. تفاعلات الاستبدال بالنسبة حق الهيدروكربونات تصير حق الهيدروكربونات الحلقية وتصير حق الألكانات، تمام؟ ما تصير حق شيء غير مشبع، ما يصير. شيك وياي، شنو يعني استبدال؟ استبدال يعني عطني واعطيك، صح؟ سلم واستلم. هذا CH4 وهذا CL2، برسم لك اياهم، افرشهم هني كاهم صيغ بنائية. هذا CH4 وهذا CL2، كل روابط تساهمية. يقولك يا الحبيب، هذه بتنقز الدش هني على الكربونة، راح يصير عند الكربونة 5 روابط، وهذا مستحيل. لذلك هذه بتستحي على ويها وتقول عن ذنكم أنا يا جماعة بسير على الكلورة هذه وبسوي وياها رابطة، فراح ينتج عندي CH3Cl اللي هما هذول، وراح ينتج عندي HCl اللي هما هذول. هذا يسمونه تفاعل استبدال. انزين، وهني شنو بيصير استاذ؟ اللي بيصير سلمك الله ان واحدة من الهيدروجينات هذه راح تروح هني، وواحدة من الكلورات هذه راح تروح هني. اي، بيستمر التفاعل، فراح يطلع عندي CH2Cl2 زائد HCl. وهني شو السالفة؟ هم اقول لك تفاعل استبدال، هذا الهالوجين راح يدش هني، والهيدروجينة بتنحاش تشبك مع واحد من ذول، فراح يصير CH Cl3 ويطلع عندي HCl. انزين، وهالتفاعل ايضا واحدة من الكلورات راح تنط على الكربونة، واحدة من الهيدروجينات بتنحاش، وراح يصير عندي CCl4 اللي هو رابع كلوريد الكربون زائد HCl. هذا المطلوب عليك في تفاعلات الاستبدال. يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.